عثمان مجدي مع احمد متعب، مباراه ثنائيه في الجانب الايسر للجيش. محمد حسن الكره العرضيه، ادي معديه خطيره وفرصه كبيره، جول 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 جول. اول الاهداف، اول الاهداف للهداف حاسم الباسم، باسم الحاسم بيسجل اول الاهداف لمصلحه الدراويش من اول خطأ واول كوره يخطئها دفاع الجيش. باسم الحاسم المره دي تعديله وتتهيأ وتبتسم له الكوره علشان تسعد الجماهير، جماهير الاسماعيلي، جماهير الدراويش. بص شوف الحكايه، هدف على غفله، كوره معديه، حاول يحافظ عليها، عدت عدت الدفاعات واخطاها زولة ويسددها بالقدم اليمنى. باسم الحاسم اللي بيعود اصدقائي في ثالث مشاركه لي في دوري نايل علشان يسجل اول اهدافه مع الدراويش ويدي مكافاه كبيره جدا جدا لايهاب جلال. استغلال الاخطاء واستغلال الفرص مع اول لقطه حقيقيه بينجح باسم الحاسم في تقدم النادي الاسماعيلي باول اهداف اللقاء في الدقيقه 40. فرحه كبيره جدا جدا، هدف له اكثر من معنى بالنسبه لباسم الحاسم.